بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى البخاري رحمه الله تعالى بسنده في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في باب ما يكره من كثرة السؤال عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام إلى المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الأنصار البكاء. يعني الرسول عليه السلام فتح لهم باب السؤال وكأنه كان مغضبا من كثرة الوقوع البعض في كثرة السؤال، فلذلك قال: إذا أنتم تكثرون الأسئلة إذا فاسألوا، فوالله لا يسألني أحد سؤالا إلا أجبته عنه. يقول: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الأنصار البكاء، يعني خوفا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكثر الأنصار البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني، ويقول لهم سلوني سلوني. فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم أكثر أن يقول سلوني. فبرك عمر على ركبتيه، فهم عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب من كثرة أسئلتهم، فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ثم قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. وعند مسلم قال ابن شهاب: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة، يعني عبد الله بن حذافة كان الناس يعني يفعلون في نسب نسبته إلى أبيه حذافة، فلما فتح الرسول عليه السلام هذه الفرصة ليجيب عن أي سؤال تجافر وسأل هذا السؤال: من أبي يا رسول الله؟ أراد أن يعني يحسم هذا الكلام، فلما وقع منه ذلك ورد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أبوك حذافة. قالت له أمه: ما سمعت بابن قط أعق منك، لم أسمع بابن يعني أعق لأمه منك، أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ قال عبد الله بن حذافة: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. هذا الحديث كما ترون رواه الإمام البخاري في باب ما يكره من كثرة السؤال، وذلك في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. والحقيقة أن موضوع كثرة السؤال أو الإعراض عن كثرة السؤال والانشغال بالعمل والإعراض عن تشقيق الأسئلة وتفريعها والجدل والسؤال عما لا يعني ومثل هذه الظاهرة، هذه بلا شك من الأخلاق المضادة تماما لسلوك السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. فنهينا في الشرع، والله سبحانه وتعالى لا يحب كثرة السؤال وكثرة الجدل وكثرة المراء والتكلف والتنطع في الأسئلة وتتبع الأغاليط من المسائل وتتبع يعني سقطات الناس وأغلاطهم، كل هذا مما يتنافى تماما مع خلق السلف الصالح رحمه الله تعالى. فنحن نركز على هذا المعنى الآن في مقدمة الدرس، يعني نأخذ هذه الأشياء للتلقي، نحن لا نتلقى هذه الأشياء من أجل المتعة الذهنية أو زيادة المعلومات النظرية، وإنما المقصود أن تنعكس على سلوكنا. إذا انشغلنا بالعلم النافع
لن نحتاج إلى كثرة الأسئلة. إذا انشغلنا بالعمل وبالقرآن الكريم وبحفظ القرآن وبذكر الله عز وجل لن يعني نقع في هذا الخلق المذموم الذي ذمه السلف الصالح رحمه الله تعالى أجمعين. فأنتم ترون هنا كيف النبي عليه السلام غضب لما كثرت أسئلة الصحابة، فوقف وقال لهم سألوني، إذا ما دمتم تريدون يعني كثرة الأسئلة إذا سألوني ما شئتم، فأي شيء تسألون عنه سوف أجيبكم، ووقع ما وقع في هذا يعني الحديث كما مر. ونفس هذا المعنى هو الذي علم وعلم الله سبحانه وتعالى يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا، يعني لا تسألوا نبيكم عليه الصلاة والسلام عني أشياء إن تبدى، أي تظهر لكم، إن تبدى لكم تسؤكم، يعني لما فيها من المشقة، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، يعني وإن تسألوا عن أشياء نزل بها القرآن مجملة فتطلبوا بيانها تبين لكم حينئذ. يعني هذا أحد الوجوه في تفسير الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين حين ينزل القرآن، يعني إذا أنزل شيء في القرآن وكان مجملا وأنتم تريدون بيانه فهذا ليس منهيا عنه، لكم أن تسألوا عن الشيء الذي يوضح ما أجمل في القرآن فيبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا من مواضع الحاجة التي لا حرج في السؤال فيها. وثم توجه آخر وهو جعل حين غرفا لتبدأ، يعني إن تسألوا عنها تبدأ لكم حين ينزل القرآن. وقيل إن قوله تعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، هذا من باب التهديد والتحذير، أي ما سألتم عنها في وقت نزول الوحي جاءكم بيان ما سألتم عنه بما يسوءكم، ربما يأتيكم البيان بما يسوءكم، يعني فيحمل معنى الآية على أنه لا تتعرضوا للسؤال عما يسوءكم بيانه، وإن تعرضتم له في زمن الوحي أبدي لكم، لأن زمن الوحي زمن التشريع، تماما كما جاء في سبب نزول هذه الآية حينما نزل قوله تعالى: والله على الناس حج البيت فهل استطاع إليه سبيلا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله، فأعرض عنه الرسول عليه السلام، فقال: أكل عام يا رسول الله، فأعرض عنه النبي عليه السلام، ثم قال في الثالثة: أكل عام يا رسول الله، قال: نعم، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعت أن تحج كل عام. تخيلوا لو كان كل مسلم من يعني ملايين المسلمين الموجودة في الأرض، وأن الحج إلى مكة خاصة في مثل أزماننا هذه الآن فريضة عليه كافترض عليه كافتراض الصلوات الخمس، كم يكون في ذلك من المشقة. فإذا هذا الرجل فتح باب سؤال لو أتى الجواب موافقا أو موجبا وملزما لكان في ذلك تعنيت ومشقة وإساءة للمؤمنين. أي نعم، فهذا مما بيانه يسوءهم، ربما يأتي الجواب والبيان لسؤاله بما فيه مشقة وعنة. وقال تبارك وتعالى: وقال بعضهم إنه تبارك وتعالى بين أولا أن تلك الأشياء التي سألوا عنها إن أبديت لهم ساءتهم، ثم بين ثانيا أنهم إن سألوا عنها أبديت لهم، فكان حاصل الكلام إن سألوا عنها أبديت لهم وإن أبديت لهم ساءتهم، فيلزم من مجموع المقدمتين أنهم إن سألوا عنها ظهر لهم ما يسوءهم ولا يسرهم. أي نعم. فالمراد بهذه الأشياء ما يشق عليهم ويغمهم من التكاليف الصعبة التي لا يثيقون بها، والأسرار الخفية التي يفتضحون بظهورها، ونحو ذلك مما لا خير فيه. أي نعم. فكما أن السؤال عن الأمور الواقعة مستتبع لإبدائها، كذلك السؤال عن تلك التكاليف مستتبع لإيجابها عليهم بطريق التشديد، لإساءتهم الأدب واجترائهم على المسألة والمراجعة وتجاوزهم عما يليق بشأنهم من الاستسلام لأمر الله عز وجل من غير بحث فيه ولا تعرض لكيفياته وكمياته. يأتي الأمر الشرعي امتثله ولا تتبع حتى لا يأتيك الجواب بما يسوءك ويدخل عليك، تماما كما حصل مع بني إسرائيل، وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فإذا التنطع في الأسئلة والكثرة المرجعة هذا خلق إسرائيلي، خلق يهودي، خلق هؤلاء المغضوب عليهم. هؤلاء لما لو أنهم عمدوا إلى أي بقرة وذبحوها
كانت تجزئهم، لأن الآية جاء الأمر أتى ببقرة، أي بقرة؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذونا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك، وانظر إلى سوء الأدب، ربك أنت، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. يسألون عن السن، فأتاهم الجواب عن السن. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوال بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون، يكفي التقيد بقيد السن. فنطعوا، قالوا على ربك يبين لنا ما لونها. انظر كيف هذا هو البيان فعلا. ايه وان يعني ان تبدى لكم تسؤكم لما فيها من التضييق والتجديد. نعم. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. لبركة هذا الاستثناء لما قالوا ان شاء الله اتاهم الجواب الفاصل في النهاية. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، يعني لا تثير الارض، مسلمة لا شية فيها. قالوا الان جئت بالحق، هذا ايضا من سوء خلقهم، يعني كأنه من قبل ما اتى بالحق. الشاهد يعني من الكلام ان هذا النموذج من نماذج التنطع والتشقيق والتتبع الاسئلة وتفريعها مما يورد هذه المشاق وهذا العنف. فالواجب الاستسلام لامر الله عز وجل كيفما كان دون سؤال عن الكيفية ولا الكمية. فالمعنى لا تكثروا مساءلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما لا يعنيكم من نحو تكاليف شاقة عليكم، إن أفتاكم بها وكلفكم إياها حسب ما أوحي إليه لم تطيقوا بها. نعم. ونحو بعض أمور مستورة إذا سألتم وبرزت سوف يسيئكم، يعني يسوءكم الجهر بها. عفى الله عنها، عفى الله عنها، يعني عفى عن تلك الأشياء حين لم ينزل فيها القرآن ولم يوجبها عليكم توسعة عليكم، فأنتم بالسؤال قد تفتحوا باب الايه التضييق عليكم. أو عفى الله عنها، عفى عن بيانها كي لا يسوءكم بيانها. الله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ثم أصبحوا بها يعني بسببها كافرين، لأنهم لما أجيبوا بما يعني سألوا عنه لم يمتثلوا هذا الذي وجب عليهم بسبب السؤال ولم يفعلوه. وقد كانت بنو إسرائيل يستفتون أنبياءهم عن أشياء فإذا أمروا بها تركوها فهلكوا، والمعنى إحذروا مشابهتهم والتعرض لما تعرضوا له. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. روى البخاري في سبب نزولها عن أبي الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ يعني تماما كما يعمد بعض المستفتين في هذا الزمان إلى الشيوخ والعلماء، ويعني منزعج جدا عشان يحل الفوازير ويضيع وقت الشيوخ والدعاء والعلماء بإيه بالفزورة الفلانية. هو ما يقول انها فزورة، لكن طبعا الصيغة بتعرف انها ايه، خاصة مع تكررها من ناس كثيرين ينشغلون مثل هذه الاشياء. هذا نوع من الاستخفاف، انك يعني انت ما تطلب علم، انت تريد ان تحل فزورة وتدخل في مسابقة، فهذا من الاستخفاف ايضا، ومن يعني التخلي عن هذا الخلق الذي هو عدم كثرة الاسئلة، خاصة اذا كان يحمل هذا المعنى. فكان تضل ناقته فيقول: اين ناقتي؟ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: اين ناقتي؟ فانزل الله فيهم هذه الآية: يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبذ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبذ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. أي نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وروى البخاري أيضا في كتاب الفتن عن قتادة أن أنسا حدثهم قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، حتى أحرجوه وأضجروه بكثرة المسألة. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي. عرف الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب من كثرة السؤال، فلذلك قال: إذا أنتم تفتحون هذا الباب، إذا اسألوا وسأجيبكم حتى لو كان في ذلك ما
يسوءكم ويؤذيكم. واضح؟ ومن أجل ذلك فقه الصحابة وفهموا أنه في حالة غضب شديد على هؤلاء الذين يعني يسلكون هذا المسلك. ولذلك يقول هنا: فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، يعني خوفا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وندما على ما كان منهم من قبله. فأنشأ رجل كان إذا لاح، لاح يعني حصلت ملاحاة جدل أو عراك بينه وبين شخص، يدعى إلى غير أبيه، ينسب إلى غير أبيه، فقال: يا نبي الله، من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال رضي الله تعالى عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، إلى آخره. وعن السدي قال: غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فقام خطيبا فقال: سالوني، إلى أن قال في مثل ما مضى من الحديث: فقام إليه عمر فقبل رجله وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، إلى آخره. وزاد: وبالقرآن إماما، فاعف عنا عفى الله عنك، فلم يزل به حتى رضي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان محمر وجهه حتى جلس على المنبر، فقام إليه رجل فقال: أين أنا؟ أين أنا؟ قال: في النار، نحو ما مر. وفيه فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وبهذه الزيادة، يعني على ما في البخاري من قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أين أنا؟ قال: في النار، يتضح أن هذه القصة هي سبب نزول قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. تخيل كيف تكون حياة هذا الرجل في الأيام أو الشهور أو السنوات المتبقية من عمره ويترقب أنه بعد ما يموت يدخل النار، كيف تكون يكون قدر المساءة في مثل هذا الخبر الذي يؤذيه ويسوءه بلا شك. فالمساءة هنا جاءت صريحة بخلافها في حق حذافة. في حق حذافة جاءت بطريق الجواز، ربما إذا أجاب بأن أباه ليس حذافة يعني تؤذيه بطريق الجواز، لكن هنا جاءت بإيه؟ بحكم قاطع بأنه في النار. أي لو قدر أنه في نفس الأمر لم يكن لأبيه فبين أباه الحقيقي لافتضحت أمه، كما صرحت بذلك أمه حين عاتبته على هذا السؤال. وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت. فقالوا: أفي كل عام؟ فسكت. قال ثم: قالوا: أفي كل عام؟ فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. أي نعم. وجاء عن بعض الصحابة قال: لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك، ولكن انتظروا، فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم بيانه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل، إما على سبيل الاستهزاء أو الامتحان، وإما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على الإباحة. ونحن يعني معشر طلاب العلم، خاصة كثير ممن ينتسبون إلى المنهج السلفي، في الحقيقة نحتاج لتحذير متكرر وجدي، يعني في غاية الجدية في هذا الأمر بالذات. لأننا نلاحظ يعني بعض الإخوة أحيانا حينما يجلسون عند الشيوخ أو يراسلون الشيوخ بالأسئلة ويتصلون بهم كما نسمع في التسجيلات وهذه الأشياء، نلاحظ كثيرا من هذه الأغراض، إما واحد يتصل بأحد العلماء مثلا ويسأله سؤال وهو أعد له كمين، موصل يعني الجهاز التليفون بجهاز تسجيل ودون أن يستأذنه يسجل له فتوى، ثم إذا به يستعمل كلام هذا الشيخ لنصرة طائفته التي ينتمي إليها أو مهاجمة الشيخ نفسه أو مهاجمة غيره، ويسخر هذا الكلام في مثل هذه الأذية. فهذا بلا شك خلق ينافي تماما سلوك السلف، لأن بلا شك هذا نوع من الأمانة ولا بد من استئذانه في مثل هذه الأشياء. وأدب الهاتف، هناك رسالة جديدة يعني أصدرها العلامة الدكتور بكر أبو زيد حفظه الله تعالى، نرجو أن نتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد، لكن الشاهد يعني
أو يعني يحصل السؤال على سبيل الامتحان، يعني يعمل أول نوع من الاختبار للشيخ، هو عنده موقف، يعني طالب علم متخذ موقف لكن يخفيه في البداية، ثم يفتح الطريق للكلام بطريقة يعني مثل الاستدراج، يستدرج أولا الموضوع، يبدأ يجيب فيبدأ يجادله، كلما أدلى بحجة يعارضه هو بحجة. في فرق بين الاستفتاء السريع اللي هو السؤال وجواب للإرشاد، وفي فرق بين المقام المناظرة. المناظرة لها مجالسها ولها وضعها ولها يعني أوضاعها، أما الاستفتاء فأمر آخر. فهذا يحصل كثيرا مع كثير من الشيوخ، أن طالب العلم يسأل متعمتا لا راغبا في الاستفهام وفي السؤال. أدركت بعض إخواننا في مرة من المرات مع أحد العلماء الكبار الشيخ أبي بكر الجزائري حفظ الله تعالى، يعني كأن هذا الطالب يعني سهر ليالي حتى يحفظ مسألة معينة، ثم أتى يعني جادل الشيخ بطريقة هي نفس هذه الطريقة حكيتها لكم، استدراجه أولا حتى يفتح الموضوع، ثم إذا به يظل يجادل ويخرج الشيخ ويحاصره يعني كأنه ملاكم أو مصارع يعني جاهز لمخاصمة. فلا شك يكون في كثير من التعنت وتعمد الإحراج أو الامتحان أحيانا مع الشيخ، حتى إن الشيخ رحمه الله حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله رد على الأخ بمنتهى التواضع وقال يا أخي إني لا أحسن هذه المسألة، إني لا أحسن هذه المسألة، وعلم الله أن الشيخ يحسنها قبل أن يولد هذا الشاب وألف فيها كتبا. واضح. فالشاهد يعني أن لابد من مراعاة الأدب عند السؤال. موضوع امتحان السائل هذا من البدع. أنا تعرف قصة الإمام البخاري في محنته المشهورة لما أتى رجل وسأل سؤال أمام الناس حتى يمتحنه كي يأخذ الجواب ويشنع على عقيدة البخاري، وهذا ما حصل بالفعل حتى أخرج البخاري من البلدة أو اضطر إلى الخروج منها. واضح. وحصلت له محنة عظيمة بسبب هذا. فلما سأله على مجمع من الناس وهو يقصد امتحانه واختباره وإيقاعه، فنكس الإمام البخاري رأسه ثم رفع رأسه فقال أجاب على مسألة اللفظ بالقرآن مخلوق هذه، ثم قال له وامتحان المسلم بدعة، وامتحان المسلم بدعة. فليس من الأدب أبدا أنك تسأل المسلم لتمتحنه أو الشيخ لتمتحنه أو تظهر أنك أعلم منه بهذه المسألة. واضح. فإذا يعني هذه أول السؤال على سبيل التعنت، فالشخص الذي يتعنت والذي لا يطلب العلم لا يحل لا قليل سؤاله ولا كثير، ولا يجاب ولا يستحق جوابه، لكن ثاني يتأدب في السؤال يتلطف ولا يتعنت ولا ينوي الامتحان ولا الإحراج ولا ينوي استعمال هذا الكلام بعد ذلك للضرب بين كلام الشيخ بعض وما بعض إلى غير ذلك من هذه الأشياء. يقول الحافظ ابن حجر والحاصل أنها أي هذه الآية نزلت بسبب كثرة المسائل إما على سبيل الاستهزاء أو الامتحان، وإما وطبعا هذه موضوع الامتحان في الاتجاهات الحزبية انتماءات للجماعات والاتجاهات الفكرية هذه مشهورة وكأنها خلق عادي يعني بين كثير من طلبة العلم أن يسأل كي يمتحن. لا، اسأل إذا كنت محتاجا للإجابة، أما أنك تمتحن تشوف تقول إيه، يقول سأبحث أنظر اتجاه هذا الشيخ إيه أو اتجاه هذا الرجل إيه. مثل هذه الامتحانات الأصل في المسلم حسن الظن، والأصل في المسلم البراءة، تصحب هذه البراءة وحسن الظن إلى أقصى مدى، فكيف في خواص يعني المسلمين الذين هم العلماء ورثة الأنبياء. يقول إما على سبيل الاستهزاء أو الامتحان، وإما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على الإباحة. نعم. بجانب أن كثرة الأسئلة هذه حجة على صاحبها، كما كان بعض الناس يكثر الأسئلة على عالم معين، فلما أتجره وأكثر عليه من الأسئلة قال له كل ما تسأل عنه أو كل ما تسأل عنه تعمل به؟ قال لا. قال فما تصنع بالزيادة حجة الله عليك؟ فما تصنع بالزيادة حجة الله عليك؟ أين؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى ظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته، فالأولى الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ورواه أبو داود والترمذي لكن في سنده كلام. أيضا الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى علق على هذه الآية الكريمة بقوله في إعلام أو إعلام الموقعين قال لم ينقطع حكم هذه الآية، يعني الأدب المأخوذ أو الحكم المأخوذ من هذه الآية لم يكن مختصا بهؤلاء الذين نزلت فيهم، وإنما هو حكم عام باق. فيقول ابن القيم رحمه الله لم ينقطع حكم هذه الآية، بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له ساءه،
بل يستعفي ما أمكنه ويأخذ بعفو الله. العفو شيء عفى الله عنه وما تكلم به الوحي، اتركه لا تتبعه، اترك الناس في سعة. ومنها هنا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا صاحب الميزات لا تخبرنا. لما سأله رفيقه عن مائه أطاهر أم لا، يعني كان يمشي عمر ومعه رفيق رجل آخر فسقط عليه الماء، ما تسأل، الأصل في الماء الطهارة، واضح؟ الأصل في الماء الطهارة. فالذي كان يمشي مع عمر خاطر صاحب الميزاب: يا صاحب الميزاب، هذا الماء طاهر أم لا؟ قال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، يا صاحب الميزاب لا تخبرنا. لماذا؟ أن الذي سقط ماء، والأصل في الماء الطهارة. أنت تمشي مثلا سيارة في مستنقع من الماء، يعني بسرعة تجري مثلا وسقط هذا الماء عليك مثلا أو صين أو شيء من هذا، لا تبحث هنا جاري ولا مية مطر ولا كذا، لا، ما أنت غير مكلف. فربما إذا ولكن فإذا خالفت هذا الأدب والضوابط تتلطف وتسأل وتستتبع، قد يظهر لك ما يسوءك فتصبح ثيابك نيفة، لكن أنت متعبد بإيه؟ بعلمك اللي هو أصحاب الأصل، الأصل طهارة، الأصل كل المياه طاهرة، التراب طاهر. كذلك نلاحظ بعض الناس يريد أن يصلي في البيت مثلا، لا استنى نجيب لك السجادة. ليه تجيب السجادة؟ صلي على أي شيء، إذا كان تراب صلي عليه، فرش موجود في البيت صلي عليه. موضوع التنطع أيضا والوسواس بهذه الطريقة، أنت غير مطالب بالتحرك في أي مكان في الأرض، صلي ما في مشكلة. أما أنك تتبع وتفتش وتقول لعل يكون وقع نجاسة هنا، لعل الذي يخرج من المكان الفلاني رجليه كان فيها كذا، لعل الأولاد الصغار، ما دمت لم ترى دليلا حسيا على نجاسة أمامك الآن، ابني على الأصل ولا تتعنت. هكذا الإسلام في سماحته وسهولة أحكامه ويسره، فلا تؤثره، بشره ولا تنفره، ويسره ولا تؤثره، يعني تأخذون أمور ببساطة. تزور أخاك المسلم وقدم لك طعام، لا تسأل عن الطعام، لا تقول له من أين هذا الفراخ، بلدي ولا مستورد، واللحمة جبتها منين، والجزار بيصلي ولا مش بيصلي، وهل يعني أنت غير مطالب بهذا. الأصل أن المسلم يتقي الله فتأكل ما قدمه لك، أنت غير مطالب عن تتبع هذا الأمر، أن هذا هو الأصل. إذا ظهر لك ما ينقلك عن الأصل إذن هذا يعتبر، لكن لا تفتش عن أشياء قد تضيق عليك في حياتك. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما معناه إذا زار أحدكم أخاه فأكل أو شرب عنده فلا يسأله، لا تسأله، لأن تصحب هذا الأصل، واضح؟ نعم. يقول ابن القيم: وكذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل ربه أن يبدي له من أحواله وعاقبته ما طواه عنه وستره، فلعله يسوءه إن أبدي له. أحيانا يحصل الناس بينها وبين بعضها لا تقنع بمعاملة العبيد مع العبيد، هو حتى يعامل الناس إنه رب وهؤلاء العباد عبيد لهم. كيف؟ يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه لا يطلع على ما في صدور الناس إلا الله سبحانه وتعالى، إلا رب الناس. فلذلك الأمور بالحياة تمشي، واضح؟ فبعض الناس يفتش ويتحرى حتى يعني يتتبع خبايا الأمور ودخائل النفوس، وبالتالي يبدأ يعني يحصر نفسه في محيط من العداوات لا تستقيم معه الحياة أبدا، واضح؟ لماذا؟ أنه بيحاول أنه يتعامل معهم كرب، الرب الذي يطلع على ما في القلوب. أنت اقبل من الناس ظاهرهم، ما لك بباطنهم، تتعذب. يعني أنا يعني أذكر من سنوات بعيدة جدا، يعني سمعت عن قصة أو رواية اسمها نظارة الحقيقة، يمكن من حوالي من الستينات، واضح؟ كان في رواية بهذا المعنى، نظارة الحقيقة. باختصار شديد لنقرب المعنى الذي أقصده الآن، إن هذه النظارة واحد اخترعها، زعم يعني في القصة أو الراوي المؤلف يعني أن هذه النظارة إذا لبسها الإنسان فتجعل الشخص الذي يحادثه يكلمه بما في قلبه. فيأتي مثلا لشخص مع زوجته ويسلط عليه نظارة الحقيقة، بعد ما يكون بيتكلم معا بغاية اللطف والمجاملة وكذا، إذا به ينقلب الحوار ويكشف كل الأحقاد التي في نفسه تجاهها، ثم إذا سلطها على الآخر أيضا يحصل نفس الشيء، وهكذا. ظل الرجل يعني يستعمل هذه النظارة، فوجد أن الحياة ستصبح يعني جحيما لا يطاق، بسبب أن الناس تتعامل على حقيقة ما في بواطنها. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل خبايا النفوس مستورة، فاقبل من الناس ما يظهرون، لا تفتش، لأنك لو فتشت تماما ستطلع على ما يسوءك ويؤذيك. فعامل الناس على أنك عبد مثلهم لا تعلم ما في صدورهم، لا تفتش وتنقب عما في داخل وخبايا
يعني النفوس. أرجو أن يكون المعنى يعني وصل. الإنسان هنا لو تتبع وظل يسأل ويحاور ويفتش ويسأل عن النوايا ويتتبعها، فلو قدر أنها كشفت له فهي قطعا تسوءه، الستر سينكشف والناس يعني سوف تفتضح. واضح؟ ونصبح يعني نعيش في جو بحر من العداوات والإحقاد، لا يمكن أبدا أن تستقيم معه حياة. فهذا من رحمة الله أن تترك الأمور مستورة، لا تفتش ولا تنقب. أي نعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل ربه أن يبدي له من أحواله وعاقبته ما طواه عنه وستره، فلعله يسوءه إن أبدي له. فالسؤال عن جميع ذلك تعرض لما يكرهه الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه يكره إبداءها، ولذلك سكت عنها يقول القطري معلقا على كلام ابن القيم: وما ذكره من التعميم هو باعتبار ظاهرها. أين؟ ويدل له ما رواه البخاري عن أو أما المقصود أولا وبالذات يعني من الآية كما يفيده تتمتها، فهو النهي عن السؤال بما يسوء إبداؤه في زمن الوحي. ويدل له ما رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إن من أعظم المسلمين جرما، من أعظم المسلمين جرما يعني عقوبة يعني ذنب، يعني إذا السؤال الذي ترتب عليه تحريم شيء كان حلالا هذا إنسان يعاقب، وهو من أعظم المسلمين جرما عند الله سبحانه وتعالى. فهذا يجسد لنا خطورة موضوع التتبع الأسئلة بهذه الطريقة. إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فإن مثل ذلك قد أمن، لكن مثل ذلك أمن وقوعه إيه؟ بعد انقطاع الوحي، لأن التحريم انقطع. واضح؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تقربوها، وترك أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. أشياء التي سكت عنها الشرع لا تبحثوا عنها ما دامت لم توجد لا في القرآن ولا في السنة، فالأصل هو الايه؟ الأمور على استصحاب الأصل الذي هو يعني الإباحة في مثل هذه الأشياء. فالحلال بين والحرام بين. إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تقربوها، وترك أشياء من غير نسيان. ما تركه الله لم يكن عن نسيان، كما قال تعالى: وما كان ربك نسيا. فاتركها يعني ما تتبعها، فإن الله لم يكن لينساها، فكونه لم يحتويها القرآن ولا السنة فدل على أن الأمر الأصل فيها هو العفو. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما قد عفى عنه، فلا تتكلفوا. فلا تتكلفوا يعني لا تتنطعوا ولا تتبعوا ولا تنقشوا وتفتشوا وتتعنتوا. لماذا؟ لأن من وصف رسول الله كما جاء في القرآن: وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين. وهذا رواه الترمذي والحاكم وابن ماجه. وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يواجبنا أن يجيء الرجل الغافل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. الحقيقة الرواية في مسلم: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. يعني انظر شدة تهيب الصحابة رضي الله عنهم من كثرة الأسئلة، فحتى أنهم كانوا يعني ينتظرون فرصة، لأن رجل من أهل البادية لن يعامل كالصحابي الذي يعيش ليل نهار مع رسول عليه الصلاة والسلام. هذا الرسول التام يعني يعذره لأنه من أهل البادية. إن كان من أهل البادية لكنه جاف يعني قاس جاهل في سلوكه طبعا وفي أدبه، فهذا الصحابة ما كانوا يفرحون بأسئلته. لكن إذا أتى رجل من أهل البادية لكنه رجل عاقل، رجل عاقل، كانوا يفرحون. العاقل معناه أنه سيسأل أسئلة موضوعية تفيدهم، فلذلك كانوا يفرحون. طبعا هذا بلا شك، هذا الحديث يعني
يعني يبين المعنى الذي نقصده بيانا واضحا جدا. كيف الصحابة وعوا هذا الأدب والتزموه حتى إنهم كانوا يكظمون أنفسهم عن أن يكثروا من الأسئلة. واضح؟ كانوا يمسكون أنفسهم عن كثير من الأسئلة، وما كان يعني يكاد يوجد لهم منفذ للسؤال إلا أن يأتي رجل غريب فيعذره الرسول عليه السلام فيسأل، لكن إذا كان رجلا عاقلا يسأل أسئلة جيدة موضوعية فيفرحون بذلك لأنهم سيستفيدون. أي نعم. نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. إلى آخر الحديث. وفي قصة اللعان من حديث ابن عمر: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. ولمسلم عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بالمدينة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معنى الحديث إيه؟ النواس ابن سمعان بيقول: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بالمدينة، يعني أقمت بصفة أني رجل وافد، رجل غريب مثل هذا البدوي العاقل، ما أظهرت أنني أريد الإيه؟ الإقامة، لأنه إذا أراد الإقامة وصار من المهاجرين المقيمين يمنع من الأسئلة أو يلتزم بهذا الأدب، لأنه أدب الصحابة المحيطين بالرسول عليه السلام. فما أزمع إقامة وهجرة سنة كاملة. لماذا؟ لأنه سيظل يعامل معاملة الإيه؟ الوافد الغريب، الوافد القادم. لماذا؟ كي يعطي نفسه فرصة الإيه؟ الأسئلة ويستفيد من أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، يقول: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بالمدينة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القاسمي: ومراده أنه قدم وافدا فاستمر بتلك الصورة ليحصل المسائل خشية أن يخرج من صفة الوفد إلى استمرار الإقامة فيصير مهاجرا فيمتنع عليه السؤال، فيمتنع عليه السؤال. وفيه إشارة إلى أن المخاطب بالنهي عن السؤال غير الأعراب وفودا كانوا أو غيرهم أو غيرهم. وأخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، كنا قد اتقينا أن نسأله صلى الله عليه وسلم. امتثلوا هذا النهي واتقوا أن يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فأتينا أعرابيا فرشوناه برداء، أتوا رجل أعرابي وأعطوه رشوة. طبعا رشوة هنا مش محرمة، يعني هي في معنى رشوة لكنها ليست رشوة حقيقية. فأتينا أعرابيا فرشوناه برداء وقلنا: سال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعرابي فله أن يسأل. فحتى يحرضوه على أن يسأل أعطوه الرداء، أهدوا إليه هذا الرداء فكي يقوم هو بسؤاله ويستمعهم إلى يعني الجواب. هذا أيضا يعطينا معنى تمكنهم من هذا الأدب الذي أدبهم الله به. ولأبي يعلى عن البراء قال: إن كان ليأتي علي السنة، البراء يقول إن كان ليأتي علي السنة، تمر سنة كاملة، أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء فأتهيب، وإن كنا لنتمنى الأعراب، يعني نتمنى قدوم الأعراب ليسألوا فيسمعوهم أجوبة سؤالات الأعراب فيستفيدوها. وأما ما ثبت في الأحاديث من أسئلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيحتمل أنه يكون قبل نزول الآية، ويحتمل أن النهي في الآية لا يتناول ما يحتاج إليه مما تقرر حكمه، يعني النهي لا يتناول الأمور التي يحتاجها المسلم. إن ما من شك كل مسلم يعني تعرض له قاضي أو مواقف يحتاج فيها لمعرفة الشرع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العين السؤال، الجهل مرض ودواءه السؤال. فإنسان كان يسأل عن شيء واقع، شيء له ثمرة، يعني إذا سأل في شيء وقع. أما الافتراضات والتخمينات ومثل هذه والتفريعات وسائر صور التنطع فليست مرادة، إنما يعني فليس مأذونا بها. نعم. فيعني ما سأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم بيانا لأحكام الدين التي يحتاجون إليها ليس داخلا في هذا النهي.
كالسؤال مثلا عن وجوب طاعة الأمراء إذا أمروا بغير الطاعة، والسؤال عن أحوال يوم القيامة وما قبلها من الملاحم والفتن، والأسئلة التي في القرآن يسألونك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن اليتامى، وهكذا يعني السؤال عن النساء وعن الصيد وغير ذلك مما ورد في القرآن يثبت أنهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الذين تعلقوا بالآية في كراهة كثرة المسائل عما لم يقع أخذوه بطريق الإلحاق، من جهة أن كثرة السؤال لما كانت سببا للتكليف بما يشق فحقها أن تجتنب. وأورد الإمام الدارمي في أوائل مسنده بابا أورد فيه عن جماعة من الصحابة والتابعين آثارا كثيرة في ذلك، منها مثلا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا تسألوا عما لم يكن، لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن السائل عما لم يكن، يلعن السائل عما لم يكن. وعن عمر قال: أحرج عليكم أن تسألوا عما لم يكن، فإن لنا في مكان شغلا، فإما لنا فيما وقع من المسائل شغل، نحن نشتغل بالإيه بالأمور التي يترتب عليها ثمرة، أما الافتراضات والتخمينات والتفريعات التي لا طائل من ورائها ولا فائدة ولا ثمرة فهذا نهينا عن أن نسأل عنه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا وقع؟ فإن قيل لا قال: دعوه حتى يكون، يعني لا تسأل عما لم يقع حتى يقع، حينئذ تسأل. نعم. وعن أبي سلمة ومعاذ مرفوعا: لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن تفعلوا لم يزل في المسلمين من إذا قال سدد أو وفق، وإن عجلتم تشتتت بكم السبل، وهذا مرسل. وقع من المسائل شغل، نحن نشتغل بالإيه بالأمور التي يترتب عليها ثمرة، أما الافتراضات والتخمينات والتفريعات التي لا طائل من ورائها ولا فائدة ولا ثمرة فهذا نهينا عن أن نسأل عنه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا وقع؟ فإن قيل لا قال: دعوه حتى يكون، يعني لا تسأل عما لم يقع حتى يقع، حينئذ تسأل. نعم. وعن أبي سلمة ومعاذ مرفوعا: لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن تفعلوا لم يزل في المسلمين من إذا قال سدد أو وفق، وإن عجلتم تشتتت بكم السبل، وهذا مرسل. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون يعني الذين يسألون أسئلة تضيع الزمان بما لا طائل تحته ولا ثمرة ولا فائدة. ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع، وهي مسألة نادرة الوقوع جدا، فيصرف فيها زمانا كان صرفه في غيرها أو لا، ولا سيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه. وأشد من ذلك في كثرة السؤال، يعني أشد من ذلك كراهية، البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها، مع ترك كيفيتها، ومنها لا يكون له شاهد في عالم الحس، كمثل السؤال عن وقت الساعة، هذا سؤال عما لا يعني، ما يخصك أنت في متى تقوم الساعة، علمها عند الله سبحانه وتعالى. فالسؤال عن وقت الساعة مثلا هذا مما لا يفيد ولا ثمرة من ورائه، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قال: متى الساعة؟ نقل السائل إلى ما ينفعه، أعرض عن جواب سؤاله لكن انتقل إلى ما يفيده، قال: وما أعددت لها هذا الذي يخصك، وما أعددت لها، إلى آخر الحديث. كذلك السؤال عن الروح، والسؤال عن مدتي بعدما قرأ الله عز وجل قل الروح من أمر ربي، كذلك السؤال عن مدتي هذه الأمة، إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف، يعني لا سبيل إلى التعرف على جواب هذه الأسئلة إلا النقل، يعني الوحي، فإذا كانت غير موجودة في الوحي أو نهانا الوحي عن الخوض فيها فلا مطمع في أن نجد يعني جوابا صحيحا لها، فيجب الإيمان بكل ذلك من غير بحث. أشد من هذا النوع من الأسئلة النوع الذي يوجب أو يوقع كثرة البحث فيه، يوقع في الشك وفي الحيرة، يوقع في الشك وفي يعني الحيرة. قال بعضهم: مثال التنطع في السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفتى بالإذن، يعني يكون في ساعة الجواب لأول مرة سؤالته مثل إذبحوا بقرة،
لو لوحة بقرأ أجزاءته، لكن كلما تترطع وتفرع كلما تحصل مشقة حتى لا تستطيع في النهاية أن تمتثل هذا الأمر. فيفتيك المفتي أولا بالإذن ثم تظل تتبع حتى ينتهي بك إلى المنع. واضح؟ قال يعني مثال ذلك أن يسأل عن السلع التي توجد في الأسواق، هل يكره شراؤها ممن هي في يده من قبل البحث عن مصيرها إليه أو لا؟ فيجيبه المفتي بالجواز، يسأل عن السلع الموجودة في الأسواق، الشخص الذي تحت إيده هذه السلع. واضح؟ هل يكره أن نشتريها منه قبل أن نبحث عن مصيرها إليه، كيف جاءت إلينا، جبتها منين، والمال اللي اشتريته منها يعني حلال ولا حرام، وتتبع السلعة وصلت لهذا البائع إزاي، كيف وصلت إليه؟ هل يكره أن نشتريها قبل تتبع هذه الأشياء؟ فماذا يفتي المفتي؟ يقول يجوز أن تشتريها دون أن تتبع، واستحر هذا تحري. نعم. فإن عاد فقال أخشى، المفتي هو الذي المستفتي والذي يضيق على نفسه بكثرة السؤال، فيسأل سؤال ثاني يقول أخشى أن يكون من نهب أو غط، أن يكون هذا الرجل سرق مثلا هذا الجهاز أو هذه الآلة من شخص آخر أو غصبها، ويكون في نفس الوقت في هذه الأيام وقعت حادثة مثلا حادثة إيه غصب أو سرقة في تلك الفترة، فيحتاج المفتي أن يجيبه بماذا؟ بالمنع. ويقيد ذلك، يقول له إن ثبت شيء من ذلك حرم. المفتي يرد عليه يقول لك إن ثبت شيء من ذلك حرم عليك أن تشتريها، وإن تردد كره أو كان خلاف الأولى. ولو سكت السائل عن هذا التنطع لم يزد المفتي على جوابه بالجواب، وإذا تقرر ذلك فمن يسد باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها فإنه يقل. شخص يسد باب السؤال تماما حتى في المسائل التي يحتاجها الناس في دينهم في عبادتهم، يعني فيسد الباب حتى في من الناس محتاجون إلى السؤال فيه، وهم أمرون بالسؤال ورجوع العلماء فسألوا هذا الذكر. واضح؟ هذا طرف من طرفي الإفراط والتفريط. طرف آخر شخص إنسان يتوسع تماما في تفريع المسائل وتوليدها، لا سيما فيما يقل وقوعه ويندر، ولا سيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة، فإنه يذم فعله، وهذا هو عين الذي كرهه السلف، هذا هو الذي كرهه السلف كما بينا. قال القاسمي رحمه الله تعالى: ومن أمعن في البحث عن معاني كتاب الله محافظا على ما جاء في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل، وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك مقتصرا على ما يصلح للحجة منها، فإنه الذي يحمد وينتفع به، وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من التابعين فمن بعدهم. ثم نقل يعني القاسمي عن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى فصلا في الموافقات في نفس هذه المسألة، قال الإمام الشاطبي فيه: الإكثار من الأسئلة مذموم، والدليل عليه النقل المستفيض من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح، من ذلك قوله تعالى وسق هذه الآية: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم. ونقل أيضا جملة من الآثار التي ذكرناها. ثم قال: والحاصل أن كثرة السؤال ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية والاحتمالات النظرية مذموم، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعظوا في كثرة السؤال حتى امتنعوا منه، وعظوا ونهوا عن كثرة السؤال حتى توقفوا عن يعني الأسئلة، وكانوا يحبون أن يجيء الأعراب فيسألون حتى يسمعوا كلامهم ويحفظوا منه العلم. ثم قال: ويتبين من هذا أن لكراهية السؤال مواضع نذكر منها 10 مواضع. فهذه المواضع يكره فيها السؤال: أحدها السؤال عما لا ينفع في الدين، السؤال عما لا ينفع في الدين، كسؤال عبد الله بن أبي حذيفة من أبي، هذا لن يعود عليه بأي فائدة، بجانب أنه لو افترض أن أمه قد قرفت ذنبا في الجاهلية وأنه كان ثمرة هذا الذنب، أي أذية وأي عقوق يكون من يصدر منه في حق أمه وهي قد كانت في جاهلية؟ لكن طبعا الحمد لله أن الرسول عليه السلام براها من ذلك. واضح؟ فأي فائدة تعود عليه في مثل هذا السؤال؟ يتحرى الإنسان.
وربما يعاقب الإنسان يعني إذا فتش فيما نهى الشرع عن التفتيش فيه، فتكون العقوبة بقدر الله أن يصدر ما يسوءه، كما تعلمون في حديث نهي الرسول عليه السلام أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخولهم أو يتلمس عثرتهم، أنه إذا يعني يفاجئ يكون مثلا مسافرا أو غائبا ثم يفاجئ زوجته في البيت في وسط الليل، يقصد بذلك إيه؟ التجسس عليها وإثارة، يعني ينشأ هذا عن شك وعن ريبة. فربما إذا خالف يعني الأدب الشرعي في أنه لا يطرق أهله ليلا، ربما يبتلى بماذا؟ بأن يعني يظهر له ما يسوءه، كما وقع بالفعل لبعض الناس حينما خالفوا هذا الأدب بشؤم مخالفة الأدب النبوي في عدم طروق الأهل ليلا، فرأوا يعني ما يسوءهم ويؤذيهم. نعم. إذن النوع الأول أو الموضع الأول من مواضع كراهية السؤال، السؤال عما لا ينفع في الدين، كسؤال عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه: من أبي؟ روي أيضا أن يعني بعض الناس سألوا: ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط ثم لا يزال ينمو حتى يصير بدرا ثم ينقص إلى أن يصير كما كان؟ فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. يعني أعرض الوحي، أعرض القرآن الكريم عن إجابة سؤاله وأفاده بما يفيده في دينه. وسؤاله ما ليس وراءه فائدة، يقول يسأل: ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يكبر حتى يصير بدرا ثم يتناقص؟ يعني السؤال في شيء لا يفيده، فنزل الوحي ببيان ما يفيده، فقال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. هنا تفسيران، بعض العلماء يقولون ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هنا إفصال لما كانوا عليه في الجاهلية، حيث كانوا يعتقدون أن المحرم، كانوا يعني من مناسك المبتدع عند الجاهليين أنه إذا كان محرما وراد أن يدخل البيت يدخل من إيه؟ من الخلف، من النافذة مثلا، لكن لا يأتي من الباب ما دام محرما، فيمنعون المحرم من الدخول من باب البيت. وبعض العلماء قالوا أن المقصود هنا الإشارة إلى انتقاد هذا الذي سأل عن الأهلة: ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يصير بدرا ثم ينقص ثانية، يعني فعليك أن إيه؟ وليس البر أن تأتي البيوت من ظهورها، يعني أن المشتغل بمثل هذه المسائل كالذي يأتي البيوت من ظهورها، لكن تأتي البيوت من أبوابها بأن تسأل عما يفيدك في دينك لا عما لا يعنيك. ثانيها، يعني الموضع الثاني من مواضع كراهة السؤال، أن يسأل بعدما بلغ من العلم حاجته. النص الشرعي يكون واضح وظاهره واضح، ثم بعدما يبلغ العلم يبدأ يعنت على نفسه ويسأل بعدما بلغ من العلم حاجته. فمثلا هذا الرجل الذي سأل عن الحج: أكل عام يا رسول الله؟ مع أن ظاهر قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت، مثل هذا الأمر يعني يكفي في امتثاله أن يوقعه الإنسان مرة واحدة في عمره، واضح؟ فظاهره أنه يعني إلى الأبد يكفي مرة واحدة لإطلاقه، واضح؟ فمثل هذا الرجل الذي سأل، هذا موضع من مواضع كراهة السؤال، ظاهر الآية أنك يكفي عليك أن تحج مرة واحدة خلاص، فهو مصر أن يصرح ويسأل يقول: أكل عام؟ أكل عام؟ أكل عام؟ حتى قال له: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعته، واضح؟ كذلك أيضا من هذا الموضع أن الإنسان الشرع، النص الشرعي واضح وسهل والأمور سهلة محددة، ثم هو يتنطع ويضيق على نفسه، كأيضا كسؤال اليهود أو بني إسرائيل عن البقرة، بعدما قال تبارك وتعالى، بعدما قال له موسى: إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة أي بقرة، لو ذبح أي بقرة لانتهى ولا أدوا ما وجب عليه، لكن التنطع والتشدد هذا من أحد، يعني كان فيهم النص الشرعي واضح في الأمر بإيه؟ ببقرة، ذبح بقرة. فالسؤال في مثل هذا الموضع هو استجلاب للضيق وللعمة، وهو من التنطع. الموضع الثالث، السؤال من غير احتياج إليه في الوقت، يعني سؤال غير محتاج إليه الآن، في ليس هذا زمن الاحتياج إليه، وكأن هذا والله تعالى أعلم خاص بما لم ينزل فيه حكمة، وعليه يدل قوله عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام: وسكت عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها. الموضع الرابع، أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها، كما جاء في الحديث النهي عن الأغلوطات، النهي عن الأغلوطات. خامسه، أن يسأل عن علة الحكم وهو من قبيل التعبدات،
يعني الحكم الشرعي هنا من أمور التعبدية التي لا يعقل معناها، هي أكيد لها معنى ولا حكمة لكن لم نطلع عليه، كتخبير الحجر الأسود أو بعض مناسك الحج كما هو معلوم أو أي أمر تعبدي كما هو معروف، فيكون الأمر من قبيل التعبدات، ثم هو يتنطع ويسأل عن يعني علة هذا الحكم مع أنه من التعبدات، أو السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال، كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاة، حديث المقصود هنا. طبعا بالنسبة للموضع الرابع اللي هو إيه؟ أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها، كما جاء في النهي عن الإيه؟ الغلوطات، حديث معاوية في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات، والغلوطات هي المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيها فيهيج بذلك شر وفتنة، يعني بينصب فخر العالم ويلقي له هذا السؤال كي يظهر منه جواب فيحصل بذلك شر ويعني فتنة، وهي جمع غلوطة أي نعم، وقيل هي أصلها أغلوطة أغلوطة. طيب الموضع الخامس كما ذكرنا أن يسأل عن علة الحكم وهو من قبيل التعبدات، أو السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال، فعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت، حرورية يعني أنت من الخوارج، لأن الخوارج هم الذين يرون أن الحائض تقضي الإيه؟ تقضي الصلاة كما تقضي الصوم، فلم تخف هذه المرأة عندما حد لها في الشرع يعني، وانظر لذلك جاء جواب عائشة رضي الله تعالى عنها، أولا وبختها قالت أحرورية أنت، أنت تذهبين مذهب الخوارج، لأن الخوارج ينتمون إلى حوراء بلدة أو قرية في العراق خرج منها الخوارج، فقالت أحرورية أنت، قالت لست حرورية ولكني أسأل، قالت انظر جواب عائشة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ليس أكثر من هذا، كان يصيبنا ذلك يعني في عهد رسول الله عليه السلام فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء يعني الصلاة. سادسها الموضع السادس أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق، وعلى ذلك يدل قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، التكلف والتنطع فيه يعني الأسئلة والتعمق. ولما سئل الرجل يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع، قال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. وطبعا أقوى ما يكون هذا في مسائل الطهارة الحقيقة، خاصة إذا كان الإنسان مبتلى بالوسواس، هذا مما يزيد الوسواس ويمكنه منه ويعذب نفسه بيده، أنه يظل يفتش وينقد بهذه الطريقة، لو أنه أخذ الأمور بيسر وسماحة الإسلام الذي هو دين الفطرة ودين اليسر والتبشير والتيسير ورفع الحرج والجناح لما عذب نفسه بنفسه بيده بهذه الطريقة. أي نعم. وتابعها أي الموضع السابع أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي، هذا من المواضع المذمومة، أن يكون واضح من صيغة السؤال أنه هو بيعارض القرآن والسنة بعقله وبرأيه وبهواه. ولذلك قال سعيد رضي الله تعالى عنه لما سأله رجل سؤالا من هذه يعني طبيعته مثل هذه الأسئلة التي ذكرنا، قال له أعراقي أنت، أعراقي أنت، لأن اشتهرت العراق بأنها يعني منبع الفتن في كل زمان، أو أنت من الخوارج أو من المبتدعين الذين هم في العراق، أعراقي أنت. وقيل لمالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه الرجل يكون عالما بالسنة أي يجادل عنها، قال لا ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت، فمع أنه على الحق لكن لا يماري ولا يجادل، وهذا أيضا من الأخلاق المذمومة، نرجو أن نفردها إن شاء الله في بعض بالكلام بالتفصيل، الجدل والممراء والملاحاة هذا أيضا من الأخلاق الذميمة عند السلف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، لمن ترك المراء وإن كان محقا، المراء الجدل واضح، يعني حتى لو كنت محقا تتصدق على هذا الذي يريد الجدل بأن تسكت عنه، فيمشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعيم يعني أنا ضامن، أنا زعيم يعني أنا ضامن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، لا تقل أخشى أن أكون قد كتمت العلم أو أن أكون نصحتا، متى ما بان لك أن هذا شخص مجادل تصدق عليه بالسكوت
حتى لو كان معك الحق، لأنه بجداله حرم نفسه من وصول الحق إليه. فمتى ما بان لك أن الشخص الذي يحادثك مجادل يريد الجدل والمماراة، فتثاب إذا سكت عنه حتى لو كان معك الحق. هذه أخلاق السلف وهذا هو خلق يعني الإسلام. فانظر إلى الإمام مالك، الرجل يكون عالما بالسنة أي يجادل عنها، قال لا ولكن يخبر بها، فإن قبل منه إلا سكت وما يجادل، لأن الجدل مذموم. أيضا الموضع الثامن من مواضع كراهة السؤال، السؤال عن المتشابهات، عن المتشابهات. وعلى ذلك يدل قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وتعرفون الحديث الذي جاء في ذلك، يعني أنكم إذا متى ما يعني رأيتم واحدا من هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين تم الله فاحذروهم، هؤلاء هم الذين حذركم الله سبحانه وتعالى منهم في القرآن الكريم، الذين يتبعون المتشابهات. وهذا طبعا موجود بصورة واضحة جدا في العلمانيين والملاحدة من الكتاب والمفكرين وهؤلاء الناس، هذه مهنتهم وهذه حرفتهم التي يتقنون صناعة الشبهات والخوض في الأمور المشتبهة وعدم رد المتشابه إلى المحكم. التمسك بالمتشابهات يعني والإعراض عن المحكم مما يعني ينبئ عن وجود هذا المرض والزيغ في القلب والعياذ بالله عز وجل. وقد روى يحيى بن يحيى التميمي وجعفر بن عبد الله وطائفة قالوا: جاء رجل إلى مالك فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكا وجد في شيء كموجبته من مقالته، يعني ما غضب، ما رأى الإمام مالك غضب من أحد كما غضب من مقالة هذا الرجل. وعلاه الرحباء، من شدة غضب الإمام مالك احمر وجهه والعرق ظل يتصبب من وجهه وجبينه، وأطرق القوم فسري عن مالك وقال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني أخاف أن تكون ضلا، وأمر به فأخرج. حملوه وطردوه خارج المسجد. هذا من هذا يعني من هذا الباب ومن هذا القبيل. وساق البيهقي بإسناد صحيح عن أبي الربيع الرشديني عن ابن وهب قال: كنت عند مالك فدخل رجل. وبالمناسبة الحقيقة، بالمناسبة نحتاج لهذا التنبيه أيضا، بعض الإخوة نتيجة الولوع الشديد بمحبة شيخ الإسلام ابن تيمية ودوره التجديدي في الدفاع عن المنهج السلفي، نغفل يعني شيخ الإسلام أنفق جزءا كبيرا جدا من عمره في يعني المنافحة ماذا بأهل السنة والجماعة والرد على المبتدع. الظروف التي وجد فيها شيخ الإسلام اقتضت كثيرا من التفاصيل، حتى أنه لجأ أحيانا ل يعني مجادلتين بنفس أسلحتهم سواء في المنطق أو علم الكلام أو غيره. هذه حالة خاصة بشيخ الإسلام، لكن ليس مطالب من كل مسلم ولا طالب علم أن يخوض هذا الخوض في هذه الأمور. واضح؟ إذا رزق الله سبحانه وتعالى السلامة من الشبهات في هذا الباب، فلا تعتبر أنك تكون قد قصرت في دراسة التوحيد إن لم تخذ مثل هذا الخوض. فما دمت في عافية فلا تخذ في هذه الأشياء. إنما شيخ الإسلام وأمثاله من العلماء المجاهدين في سبيل الدفاع عن المنهج السلفي وعن عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه أوضاع خاصة تماما في الشخص الذي مثلا يرد على النصارى. المطالب كل المسلمين يخوضون في الكلام في التسليف وكذا وكذا بهذه التفاصيل، هذا يعني تعتبر من الفروض الكفائية. لكن ما دمت في عافية من الخوض في هذه الأشياء بهذا التعمق وهذا التفصيل، فهذا هو يعني أحد الملامح الأساسية للمنهج السلفي. أما شيخ الإسلام فلأنه في كان في مرحلة تجديد ودفاع، والبيئة الثقافية أو العلمية في مجتمعه كانت هذه الأمراض التي غلبت عليه، فاضطر إلى يعني مواجهة الأشاعرة والصوفية والفلاسفة والمتكلمين والمناطقة بنفسه يعني أسلوبهم. وهذا لا يعني أننا ننتهج نفس الأسلوب إلا إن احتجنا إليه في ظروف مشابهة. أي نعم. وساق البيهقي بإسناد صحيح عن أبي الربيع الرشديني عن ابن وهب قال: كنت عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء، ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة أخرجه. أين؟ لماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى لا يقال له كيف. كيف تقال لشيء أنت رأيته من قبل؟
وتصورته فيذكر أمامك فتكيف في ذهنك تستطيع أن تتصور من رأى الله سبحانه وتعالى حتى يكيفه. العقل لا يمكن أن يكيف الله. وإذا كنا نعجز بعقولنا عن تكييف مخلوقات الجنة من يستطيع أن يكيف الجنة ويعرف صفتها؟ لا يمكن. كما قال عليه السلام في الحديث أو كما قال تعالى في الحديث القدسي أعددت فيها لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني مهما اجتهدت في أن تتخيل وصف الجنة لن تصل إلى حقيقة. هو أعظم مما تتخيل. فإذا كان هذا مخلوق ونحن لا نقوى على يعني تكييفه كذلك يعني الحديث الذي الأثر الذي يعني حكيناه لكم مرارا ذلك الشاب الذي كان يخوض في هذا الباب ويقع في التشفيه والعياذ بالله. فسأله بعض العلماء عن حديث جبريل حينما والذي فيه أن النبي عليه السلام قال ورأيت جبريل له 600 جناح قد سدت ما بين المشرق والمغرب سدت كل السماء 600 جناح. فقال له أخبرني عن خلق مخلوق من مخلوقات الله له 600 جناح كيف تكون تتخيلها 600 جناح كيف تكون صورتها. فعجز فقال فأنا أضع عنك 97 وإيه و500 يعني اطرح من 600 500 إيه 97 يبقى الباقي 3. قال له صف لي خلقا من خلق الله له 3 أجنحة. فعجز وقال يا فلان أو يا أبا فلان قد عجزنا عن صفة المخلوق فنحن عن صفة الخالق أعجز. هذه الحقيقة لا يعلم كيفه إلا هو لا يعلم كيف الله إلا الله ولا يحيطون به علما بينما هو أحاط بكل شيء علما. فهذا السؤال حتى من ناحية العقل ليس مجاله للعقل ليس مجال أصلا أن يسأل عن الله سبحانه وتعالى بكلمة كيف. أي نعم. إذن هذا هو الموضوع الثامن السؤال عن المتشابهة. الموضع التاسع من مواضع كراهة كثرة السؤال السؤال عما شجر بين السلف الصالح رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. يعني الخلاف الذي كان بين الصحابة رضي الله تعالى عنه من المكروه والمذموم أن يخوض الإنسان فيما كان بينهم من يعني الخلاف. وقد سئل عمر ابن عبد العزيز عن قتال أهل السفين فقال تلك دماء كف الله عنها يدي فلا أحب أن أنطق بها لساني. وقال في مناسبة أخرى يعني مماثلة تلك أمة قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كتبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني المقصود عدم الخوض يعني حتى لو كان بعض الصحابة مخطئين في ذلك. لماذا؟ لأن شأننا نحن مع هؤلاء السادة الأطهار أبرار هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يعني يبين الله عز وجل من الذين يستحقون أن يوزع عليهم مال الفيء. مال الفيء المال الذي المشركون يعني يتركونه ويهربون إذا رأوا المسلمين من بعيد يتركون المال ويهربون هذا يسمى مال الفيء. أما الغنيمة فهي لا تؤخذ إيه مغالبة عن طريق القتال. أما الفيء فيهربون ويتركونه فهذا فيء. يقول عز وجل يعني في توزيع مال الفيء للفقراء المهاجرين أول طائفة مستحقة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون المهاجرون. ثانيا الأنصار والذين تبوأوا الدار اسم أسماء المدينة المنورة الدار والإيمان أيضا من أسماء المدينة من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يبقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون أولئك الأنصار. ثانيا طائفة ثالثة من يأتي بعد المهاجرين والأنصار لكن يشترط فيه أن يكون محبا للمهاجرين والأنصار مستغفرا الله سبحانه وتعالى له هذا شرط. ولذلك الإمام مالك صمت من هذه الآية أن الشيعة الرافضة قبحهم الله ليس يستحقون شيئا من مال الفيء لأنهم ليسوا من الطائفة الثالثة التي ذكر الله الذي يستحق مال الفيء المهاجرون أو الأنصار أو من كان محبا ومستغفرا للمهاجرين والأنصار. فما بالك بمن يلعن المهاجرين والأنصار والعياذ بالله ما بالك بهؤلاء المجرمين الشيعة الذين يكفرون الصحابة ما عدا 5 أو 3 هل لهم حظ؟ لا هؤلاء قد غضاهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الإمام مالك أخذ تكفيرهم من قوله تعالى يعذب الزراع ليغيظ بهم الكفار قال كل من وجد في قلبه غيظا على أصحاب الرسول عليه السلام فهو كافر لهذه الآية. طبعا هذا في تفصيل موضوع تكفير الشيعة هذا موضوع آخر له تفصيل لكن الشاهد من الكلام قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم كل مؤمن إلى يوم القيامة يدخل في قوله من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يحبون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن وجد في قلبه غلا للذين آمنوا وثبت المؤمنين هم الصحابة وهم أفضل أمة وخير أمة صلة الناس فلا يستحق أن يأخذ من مال الفيل. إذا نحن نستغفر لهم فيما اجتهدوا فيه وأخطأوا، ونعتقد أن ما حصل من الصحابة حتى من القتال في الجمل والصفين هو عن اجتهاد، اجتهاد مخلص، كانوا يريدون وجه الله عز وجل ويريدون إحقاق الحق، ولكن يعني هذا أمر قدره الله وقضاه ووقع، وليس لنا أن نخوض في هذا الأمر يعني بالوقوع في أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة من شدة أهميتها أدرجها علماء السلف، كل علماء السلف تقريبا يختمون عقائدهم ومتون العقيدة بإيه؟ لأنهم ونمسكوا عما شجر بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتربع عنهم إلى آخر النصوص المعروفة سواء في المتن الصحاوية أو غيره، يعني يدرجون هذه القضية في قضايا أصول العقيدة وأصول الإيمان، التردي عن الصحابة والإمساك عما شجر بينهم وعدم الخوض فيه. فمن سأل سؤالا من هذا الباب فقد وقع فيما نهينا عنه من كثرة السؤال كما بينا. أي نعم. أما الموضع العاشر فهو سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام، سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام. وفي القرآن في ذم نحو هذا قوله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، ألد الخصام مجادل. ومنه قوله تبارك وتعالى: بل هم قوم خصمون. الجدل كما تعرفون في قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. مناسبة هذا كما ذكرنا في تفسير سورة الأنعام، قالوا لهم يعني ما قتله الله حرام وما قتلتموه أنتم أو ما ذبحتموه أنتم يكون حلالا، انظر إلى التلبيس وإيقاع الشبهات في قلوب المؤمنين. فنزل قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهذا من الجدل القبيح والمذموم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم الشخص الشديد الجدل وشديد الخصومة والتعنف. فهذه جملة من المواضع التي يكره السؤال فيها، يقاس عليها ما سواها. أنا أعيد تذكيركم برؤوس هذه المواضع العشرة، وهي من المواضع، ليست كل المواضع، هي من المواضع التي يكره فيها السؤال. الأول السؤال عما لا ينفع في الدين، وكان المثال حديث عبد الله بن حذافة: من أبي؟ وكذلك سؤالهم: ما بال الهلال يبدو رقيقا؟ إلى آخره. ونزول قوله تعالى: يسألونك عن الأهل. الموضوع الثاني أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته، والمثال الذي ذكرناه سؤال الرجل عن الحج كل عام، وكذلك سؤال بني إسرائيل عن صفات البقرة. الموضوع الثالث السؤال من غير احتياج إليه في الوقت، ويدل عليه قوله: ذروني ما تركتكم، وقوله: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. الموضوع الرابع أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها كالنهي عن الغلطات. الموضع الخامس أن يسأل عن علة الحكم وهو من قبيل التعبدات، أو يكون السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال، كما قالت عائشة للمرأة: أحرورية أنت؟ لما سألت عن قضاء الحائض الصوم دون الصلاة. الموضع السادس أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق، وقد قال تعالى: وما أنا من المتكلفين. كذلك قصة هي صاحب الحوض. الموضع السابع أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي. الموضع الثامن السؤال عن المتشابهات. الموضع التاسع السؤال عما شجر بين السلف الصالح. الموضع العاشر سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام. هذه جملة من المواضع التي يكره فيها السؤال، يقاس عليها ما سواها. وليس النهي فيها واحدا، يعني ليس النهي على درجة واحدة، بل فيها ما تشتد يعني كراهيته، ومنها ما يخف، ومنها ما يحرم، ومنها ما يكون محل اجتهاد. وعلى جملة منها ما يقع النهي عن الجدال في الدين، يعني كما جاء في الحديث: إن المراء في القرآن كفر. إن يأتي الناس ويضربون الآيات بعضها ببعض مثلا، خاف هذا يعني أوضح ما يكون فيه في مسائل القدر. القدر واحد يأتي بالآيات التي تدل على يعني في مذهبه الضال مثلا إذا كان جبريا على الجبر، الآخر يأتي بآية ويضرب القرآن بعضه ببعض. وقد سبق أن تكلمنا عن هذا بالتفصيل في محاضرات القضاء والقدر، ضرب آيات القرآن بعضها ببعض وما أنزلها إلى الله سبحانه وتعالى. واضح؟
وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالسؤال في مثل ذلك منهي عنه، والجواب بحسبه. بعض المفسرين قالوا لابد من تقييد النهي في هذه الآية: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. بعض المفسرين قالوا: إلا بما تدعو إليه الحاجة. قالوا لأن الأمر الذي تدعو إليه الحاجة هو من أمور الدين، وقد أغنى الله بالسؤال عنه فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه، قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه فرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. أي نعم. فإذا قالوا إن لابد من تقييد الآية: لا تسألوا عن أشياء إلا الأشياء التي أنتم محتاجون إليها في الدين. وطبعا هذا القيد الحقيقة لا داعي لتقديره. لماذا؟ لأن هناك في الآية قيد يفيد ذلك، لأن الله سبحانه قال: إيه لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوبوا، فمعناها لكم أن تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تفيدكم وتنفعكم في دينكم. فبمفهوم الآية نستغني عن افتراض مثل هذا القيد، واضح؟ لأن مفهوم قول إن تبدى لكم تسوبكم يبقى هذه هي الإيه؟ هذا هو موضع النهي. أما إذا كنتم تسألوا عن أشياء تفيدكم في دينكم ولا بد منها في أمر الدين، كما يسأل السائل يعني الذي يبحث عن الحق، واضح؟ فلا حرج في ذلك. فما تدعو إليه الحاجة لا تشمله الآية، كما يتضح من نظمها الكريم مع ما بينته السنة في سبب النزول، لأنه يعني معروف واضح سبب النزول، سواء كان في هذا الرجل الذي قال من أبي، أو سبب النزول في الحج كل عام، أو غير ذلك. واضح أن النهي عن إيه؟ عن الأشياء التي تشق عليه من التكاليف الصعبة، أو الأشياء المستورة التي يفتضحون بجوابها، مما هو قول في الفضول وشروع فيما لا حاجة إليه وفيه خطر المفسدة. فالعقل مطالب أن يحترز عما ينتج عنه مفسدة. فتحرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن المسائل كما ذكرنا من قبل، كانوا يتحرجون من السؤال ويمتنعون، معلوم أنه فيما لا ضرورة إليها، وإلا فكتب السنة صافحة بالأحاديث التي تدل على أنهم سألوه كثيرا جدا، لكن سألوه عن أشياء لا يتناولها النهي في هذه الآية، أشياء لابد منها في إيه؟ في الدين، إما من الضروريات وإما من الحاجيات. وقد كان صلى الله عليه وسلم يكره فتح باب كثرة المسائل خشية أن تفضي إلى حرج أو مساءة أو تعنت. روى الشيخاني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كتب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، كان ينهى عن كثرة السؤال. وروى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات أو الغلوطات، وهي صعاب المسائل، والآثار في ذلك كثيرة. وبهذا يبدو أنه لا يتبقى يعني وقت لموضوع آخر كان المفروض أن نشرع فيه، لكن إن شاء الله تعالى نستمر الأسبوع القادم في هذا الموضوع.